في الفيديو ده هنشوف العجب، هنشوف الجنين وهو بيتحرك في بطن أمه. لا مش بس كده، لا هنشوفه وهو بيفكر وهو بيتأمل وكمان وهو بيبكي، وأوضاع كتير هنشوفه فيها وهو في بطن أمه. وزي ما قلنا لا جدل ولا شعوذة، لكن بالموجات الصوتية ثلاثية ورباعية الأبعاد، واللي هيكلمنا عنها الدكتور صلاح الوجدي أستاذ الأشعة اللي رصد كل ده. خليكم معانا عشان نشوف كل ده، لكن بعد الفاصل. انا عايزها مختلفة وغير كل اللي بشوفهم. طلبك ده عندي يا بيه. وتكون ممتعة وبتعرف تتكلم في حاجات كتير، مش حاجة واحدة ممكن تخليني امل منها. بقولك طلبك عندي يا بيه. وعايزها كمان مسلية ومفيدة وتحترم عقلي. يا باشا خلاص طلبك عندي. ليك طلبات تانية؟ مش عايزها تعمل اي حاجة من غير ما اعرف. حقك يا باشا، بس لو اشتركت فيها وفعلت الجرس. هي مين دي؟ قناة نجوم الغلاف يا باشا. يا عم انا بكلمك على العروسة، تقول لي قناة؟ يا باشا ما هي نجوم الغلاف احلى عروسة. بنشوف ازاي الطفل بيتحرك داخل بطن الام. حركة الطفل ممكن نسجلها بطريقة دقيقة جدا جدا، وزي ما احنا شايفين الطفل ازاي بيتحرك داخل بطن امه. وفي نفس الوقت ممكن الاطفال سواء توائم او غير توائم بنشوف حركاتها داخل بطن الام وانفعالاتها في نفس الوقت. تصرفات الطفل داخل بطن امه سواء الام عندها اكتئاب او غير اكتئاب، يعني نفس الحالة النفسية بتاعت الام بتنعكس على الطفل في بطن امه. الانعكاسات دي بتظهر على الطفل زي ما احنا شايفين على الشاشة دلوقتي. الطفل بيتحرك والحبل السري بيكاد يلف حوالين رقبته وهو بيخبط على راسه، وكل ده مسجل من في طفل داخل البطن احنا ما نقدرش نشوفه غير بصور مجسمه متحركه اللي احنا بنسميها رباعي الابعاد. نفس الطفل برضو احنا بنشوفه ممكن نوصل لجواه من الداخل، ان احنا نشوف هيكل العظم بتاعه ونلف من خلال امكانيات الاجهزه الطفل يمين وشمال، ونقدر نسجل الحركه بتاعته واي دقائق داخل العظم او داخل اعضائه من الداخل. ودي إمكانية عالية جدا جدا قدرنا نوصل لها حركة الطفل بطريقة دقيقة جدا. يعني الطفل الأول كان بيهرش في عينه زي ما انتم شايفين، وبعدين شال إيده من على عينه وحطها جنب دقنه وقعد يتأمل، والحالة دي كان اسمها الطفل المتأمل. طفل بيتحرك داخل بطن الأم وأثناء الحركة بتاعته الحبل السري اتلف حوالين بطنه. والطفل ده رغم ان هو يدوبك اكتر من شهرين، حاجة بسيطة، رغم ان احنا نقدر نميز اذا كان ذكر ولا انثى. انا مش هقول، لكن ارجو ان زميل الطبيب يعرف يشاور هل ده ذكر ولا انثى من خلال الصورة اللي هيشوفها على التلفزيون. وقعدنا نتابع الطفل لحد ما الحبل السري اتفك من حوالين بطنه، والطفل اتولد على فكرة وبقى كويس خالص، وجاي زارني في المركز الابحاث بتاعي بصراحة، وانا شفته وعندي صوره ليه فوتوغرافيه بعد ما اتولد كمان. يعني زي ما احنا عارفين ان في صوره مشهوره قوي اسمها الطفل الباكي، وقدرنا احنا نصور طفل داخل بطن امه وهو كان عنده 3 شهور بالظبط، وكان الطفل بيبكي. وانت باصص في الصوره هتحس كان الدموع نازله من عينه فعلا. لا، وانا بصراحه لما شفت اللقطه دي سميت الطفل ده الطفل الباكي، وانتشرت قوي الصوره دي على مستوى العالم، ويمكن كتير من المراكز بتاخد الصورة دي تعمل بيها اعلان لنفسها، يعني الطفل الباكي اسم الصورة وهي موجودة فعلا على الموقع. احنا بنرصد الطفل عموما وهو بيتحرك وهو قاعد وهو نايم وهو بيعمل كل حاجة. كذلك احنا بنشوف اي عضو من اعضاء الجسم داخل الجسم وهو متغطي بنوصل له بالثلاثي الابعاد والرباع الابعاد مجسم، ولذلك بنقدر نوصل للصورة التشريحية بتاعت اي جزء في الجسم، مش الاطفال بس. يعني الموجات الصوتية دي مش للحمل فقط والحاجات دي، رغم ان انا بنتهز الفرصة عشان انصح كل ام انها تتابع نفسها بالموجات الصوتية ثلاثية او رباعية الابعاد، او على الاقل ثلاثية الابعاد فقط، عشان تقدر تشوف الجنين بتاعها مجسم. وفي نفس الوقت دي بتظهر اي عيوب خلقية واي تشوهات مبكرة جدا جدا من الشهر الثالث. بعد كده الطفل بيبقى مشكلة ان هو ينزل بصراحة إذا كان في تشوهات، لكن في الشهر الثالث عملية سهلة وبسيطة جدا جدا. أول فحص تعمله الأم بالموجات الصوتية ثلاثية الأبعاد دون المفروض يكون في الشهر الثالث من الحمل. في الشهر الثالث من الحمل بنقدر نطلع كل التشوهات الخلقية اللي ممكن تصيب الجنين.
وبعد كده في الشهر التاسع تعمل مرة تانية عشان نشوف النمو التنفس للجنين، نشوف اكتمال التنفس، نشوف اكتمال الجنين كاكتمال نهائي للولادة، ونشوف مقاسات الحوض، نشوف اذا كان في حبل سري على رقبته ولا لا عشان نحدد نوع الولادة اللي هتولدها. هل هتولد طبيعي اذا كان الحوض عندها كويس واسع وسع كافي وفي نفس الوقت مفيش حبل سري على رقبة الجنين؟ في الامور دي في الحالة دي بتولد طبيعي مفيش مشكلة، الا اذا كانت في ظروف اخرى زي غياب انقباضات الرحم. اذا كان في حبل سري على رقبة الجنين بيفضل انها تولد قيصري طبعا عشان اثناء الولادة الجنين ما يتخنقش بالحبل السري اللي على رقبته. او اذا كان الحوض ضيق طب الجنين هينزل ازاي؟ ما الحالات دي زمان كانت بتموت لان ما كانتش بتتشخص، لكن دلوقتي تشخيصها في وقت معين قبل ميعاد الولاده كمان بينصح الام من خلال الطبيب اللي بيتابعها ان هو يدخلها اوضه العمليات ويخرج الطفل من خلال عمليه قيصريه بسيطه خالص ما بتاخدش فتره طويله، وبتصحى من البنج بعد ربع ساعه تلاقي النونو بتاعها جنبها اللي هي كانت شايفاه اصلا قبل كده من خلال الموجات الصوتيه رباعيه الابعاد. الموجات الصوتية عموما لحد دلوقتي سواء عادية او سواء ثلاثية الابعاد او رباعية الابعاد لم يثبت لها تأثير له اهمية او تأثير باي صورة من الصور على الجنين او الام، لان احنا لو تخيلناها بالطريقة العادية خالص والكلام دون لغير الاطباء، لان الاطباء طبعا فاهمين ان الموجات الصوتية ما بتضرش الانسجة مطلقا مهما كانت الانسجة. لو الفار في اي مكان بيصدر ذبذبات موجات فوق صوتيه، ذبذبات عاليه جدا، هل المكان اللي فيه فار او فيران الاطفال فيه بيطلعوا مشوهين او بيموتوا داخل بطن الام؟ لا طبعا، الاجابه طبعا معروفه، ودي موجات صوتيه الجنين ممكن يسمعها لان طبله الاذن بتكون لسه تخينه ممكن يسمع الموجات فوق الصوتيه، لكن لم يثبت لها حتى الآن أي ضرر من الأضرار على الجنين أو على الأم مهما تكررت في نفس اليوم حتى. لكن هو العادي أن يتشاف الحمل بالموجات الصوتية 3 مرات في فترة الحمل كلها فقط. طبعا زي ما احنا شايفين دلوقتي برضو أنك هتلاقي رحم أم متصور التجويف بتاعه بطريقة دقيقة جدا، بطريقة في منتهى الدقة، والرحم ده ذو قرنين. رحم ذو قرنين يعني هو الرحم مفروض يكون ليه تجويف واحد مثلث، ذو قرنين يعني له تجويفين طالعين عاملين قرنين من فوق، والرحم ده بيسقط كتير قوي في بعض الاحيان برضو مش في كل الاحيان عشان يكون الكلام دقيق. الدكتور اللي ركب لها لولب داخل الرحم ما كانش عارف ان الرحم بتاعها ذو قرنين لانها بتولد طبيعي فمحدش شاف الرحم، فاللولب طبعا مكانه كان تعب الام جدا جدا وعرضها انها تحمل بعد كده حمل خارج الرحم، وكانت النتيجة انها اتفتحت بطنها عشان اخراج هذا الحمل نتيجة لان الدكتور ما كانش عارف ان الرحم بتاعها ذو قرنين. يعني الحالة اللي قدامكم دي اتصورت اثناء ما الام كان عندها حمل خارج الرحم، هو الحمل خارج الرحم مش باين في الصورة صحيح، لكن اللي باين ان في لولب موجود داخل الرحم والرحم ده ذو قرنين ومفروض ما يركبش فيه لولب واحد، هو ليه لولب مخصوص او بيتركب فيه 2 لولب، لولب في كل قرن. الحالة دي انا شخصيا سعيد بيها لان الحالة دي كانت حالة مدام، والمدام دي كان عندها عقم ومحدش قادر يعرف العقم ده سببه ايه، خاصة ان عندها تبويض هايل وعندها الخصوبة عالية، الهرمونات مظبوطة، لكن لو احنا شفنا في الصورة اللي قدامنا هنلاقي ان في ورم صغير قوي جنب عنق الرحم، الورم ده جنب القناة بتاعت عنق الرحم وهو مضيق القناة ما بيسمحش للحيوان المنوي ان هو يعدي بسهولة، والورم ده بمجرد ان هو اتعالج المدام دي حملت وعاشت حياتها عادي جدا جدا.